تقول فيها: خطبني من أبي وخالي شاب ذو خلق ودين ومحافظ على شريعة الله. تقول: ولكن قبل أن تتم المشورة بين الأهل سافر هذا الشاب ولم يحضر، ولقد مضت 3 سنوات بقيت خلالها مخطوبة له، وبعد ذلك تقدم شاب آخر ذو خلق ودين وأخبرني أنا شخصيا، ولم يخبر أبي ولا أهلي، حيث قال لي: أريد أن أعرف رأيك أولا ثم أتقدم إلى أبيك. وأنا الآن حائرة، هل أنتظر الذي خطبني من أبي أم أوافق على من تقدم لي أنا؟ أرجو أن توجهوني إلى الحل الصحيح وفق الشريعة الإسلامية السمحاء، وفقكم الله. الحل الصحيح لهذه المسألة أن تقبلي خطبة هذا الخاطب الجديد، لأن بقاءك في انتظار رجل قد ذهب منذ 3 سنوات لا وجه له، فلك أن تختاري هذا الخاطب الجديد وليتقدم إلى ولي أمرك بالخطبة، فنسأل الله أن يقدر لنا ولكم ما فيه الخير والصلاح.